مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير مشاهدينا، لان صحتكم تهمنا. رجعنا معاكم ببرنامج بالامكان في رمضان، راح اطل عليكم كل يوم مع نخبه من الاطباء واخصائيين التغذيه، وراح نتناول فيها مواضيع تهمكم وتهم صحتكم. تابعوني بعد شوي مع ضيوفي. رجعنا لكم مشاهدينا، واليوم حلقتنا راح تكون لأن أول يوم رمضان عن الصيام الصحي مع أخصائيين تغذية زميلاتي سمية الإبراهيم وسارة الكندري. مبارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم. يعني شرفني أن تكونون اليوم معي بالحلقة الأولى، وراح يكون رمضان إن شاء الله طول الشهر صحي وزين حق صحتنا وأجسامنا مع مشاهدينا إن شاء الله. أبي أسأل سمية، شنو فوائد الصيام وخاصة الصيام الصحي؟ وجد يمكن إحنا يعني غالباً يطلع علينا إن رمضان وقت الصيام فيصير فيه اللي هو من الجانب الروحاني اللي أكثر شيء الناس تتكلم عنه، إن يعني الفترة هذه الواحد يعيد فيها حساباته ويحط فيها اللي هو جدول جديد في اللي هو الموضوع الديني، وننسى اللي هو الموضوع الصحي، لأن صاير شهر رمضان هو شهر الأكل، هو صحيح. شهر الفنادق، هو شهر الوصفات الجديدة، هو شهر المطبخ، فقمنا نهتم وايد بالفترة ما بعد الفطور شنو احنا راح ناكل فيها، وغايب عن ذهننا شنو أهمية الصيام لصحتنا بالفترة اللي احنا صايمين فيها. طبعاً الصيام هو صوم وتصحه، الصيام في صحة حق الجسم، اي مرض ممكن يكون، طبعاً في امراض ممكن تتعالج عن طريق الصيام، وفي امراض لا تاخذ انه وقت طويل وتتطلب علاج دوائي. الجسم سبحان الله وجل لما يكون في فترة طويلة ما ياكل فيها ما يكون مشغول الجهاز الهضمي في عملية الهضم وتكسير المغذيات وامتصاصها، يبدي ينشغل في أمور ثانية. فترة الصيام أي عطل يكون فيه بالجسم، أي مشاكل الجسم ما هو قادر إنه يصير عليها الفوكس أو الاهتمام، يبدي ياخذ راحته فيها، إنه هو يتوجه لها أكثر ويعدل هذه الأشياء اللي ممكن اللي هي قاعد تضرنا بدون ما إحنا نحس. في ناس تعالجت من الأكزيما، في ناس عندها بعض أنواع الحساسية تعالجت منها. موضوع السكر، يضبط السكر بشكل كبير، سكر الدم، ضغط الدم، موضوع نزول الوزن. الحين إحنا في مو بس برمضان، بالفترة الفترة العادية الناس قاعد تلجأ حق حمية الصيام المتقطع. طبعاً. اللي هي 16 ساعة صيام وثمان ساعات الواحد ياكل فيها. اللي يختلف هو بس موضوع الماي، الماي ما يعتبر من المغذيات، فهو لا قاعد يعطيني طاقة ولا قاعد يعطيني أي مغذيات أنا أستفيد منها بشكل يذكر، فقط يرطب يعني. بالضبط، هو فقط ترطيب، فهي تعتبر أيضا صيام والناس قاعد تلجأ له حق نزول الوزن وأيضا حق علاجات. ويمكن أنا كنت ذاكرة بالإنستغرام إن فوائد الصيام تكون على نزول الوزن جدا كبيرة، خاصة الناس اللي عندهم ثبات بالوزن، الناس اللي يحسون ان الايض عندهم بطيء ما قاعد ينزل. فهذا رمضان 30 يوم انت عندك هدية من رب العالمين. أكيد. ان انت تنزل طبعاً. فيها وزنك، تغير فيها عاداتك الصحية بشرط اللي راح نتكلم عنه اليوم، هالثمان ساعات 19 ساعات تكون أكل تكون مدروسة بطريقة مدروسة. راح نروح لسارة عشان تقول لنا شلون الصيام مو هو فقط اني ما اكل واشرب ال 16 ساعة على اساس انه يكون صحي، اللي هم المهم اللي بعد ال 16 ساعه 8 ساعات، شلون اقدر ساره اقسم وجباتي على اساس انه ما تضر جسمي وبالعكس تعطيني صحه اكثر؟ بالضبط وجد، يعني يمكن سمية ذكرت فوائد الصيام اللي فعلا الشخص ممكن يستفيد منها، لكن بالعكس في ناس يعني شهر رمضان يطلعون منه بسكر متلخبط ساعات، بوزن زايد بسبب عدم اهتمامهم في فترة الثمان ساعات اللي ممكن يأكلون فيها. في البداية طبعا دائما من ناحية التغذية نوصي ناخذ وجبات صغيرة متقطعة خلال اليوم بدال ما تكون وجبات ثقيلة، فنفضل ان ناخذ وجبتين رئيسيتين في رمضان اللي هم الفطور والسحور، بجانب وجبة بالنص اللي هي احنا نسميها فترة الغبقة. فوجبة الفطور، ايضا الفطور نفضل نقسمها الى مرحلتين. صحيح. مرحلة الاولى انا احب اسميها الحلوة العاجلة، يكون فيها مصدر سكر زائد مثل التمر او الرطب، بالاضافة الى مصدر للسوائل مثل الشوربة او الماء او اللبن. بعدين الشخص ياخذ بريك لصلاة المغرب ويرجع لوجبته الاساسية.
وعقبها بساعتين ثلاث ساعات مو وراها على طول ياخذ الحلو الرمضاني اللي يبيه او يحلي بفواكه طبيعيه او الحلو الطبيعي مالنا. بس ساره هذه اللي تعتبر يفترض الغبقه. بالضبط هذه هي فتره الغبقه. يعني ما يصير عندنا غبقتين، غبقه بالبيت وغبقه لما ننعزم. بالضبط ولا غبقه بكل زواره ولا خصوصا صحيح. في الحين احنا في اول يوم رمضان يمكن في الاسبوع الاول تكون دائما زيارات التبريكات بحلول شهر الفضيل، ان كل بيت احنا اصلا قاعد ناخذ فيه غبقه، كل بيت نسير عليه. وطبعا وجبه السحور جدا ضروريه ومهمه، في وايد ناس يهملونها مثلا يفضلون ان ينامون بدال ما يتسحرون، لكنها جدا ضروريه ونكون ناخرها كثر ما نقدر قبيل الامساك وقبيل الفجر عساس تعين الشخص على الصيام اليوم اللي وراه. راح نتكلم على قلتي ان بدايه الصيام نفطر على شيء فيه سكر عساس انه نرجع نرفع مستوى الطاقه باجسامنا. الشيء الحلو احنا دائما نقول تمر او رطب، لكن احنا دائما نشوف على سفرنا كل بيوتنا حتى اخصائيين تغذيه على سفرهم المشروبات اللي فيها سكر عالي واللي تكون اصلا هي مركز وبعدين يذوبونها، واصلا في ناس يضيفون لها سكريات. هل المفهوم انه ينطبق حتى على هذه المشروبات اللي هي سكريه لما قلنا بناخذ سكر عالي؟ احنا نفضل سكر عالي، احنا مصطلحنا يعني في عالم التغذيه لما نقول سكر احنا نقصد فيه سكر طبيعي، مو سكر المضاف، مو سكر المصنع، مو السكر اللي هو السيرب او اللي هو العصائر المركزه. هذا ما هذا كله سكر قاعد يضر جسمك ما قاعد يفيده. لما نتكلم عن سكريات هو تمر، طبعا التمر في ناس تسوي التمريه فاللي يصير معاها بعد زبده ولا سمنه فيسالون انه شنو وضعها. طبعا ما اقدر اقارنها انا بالتمر لانه صار فيها مصدر دهون. والافضل مثل ما ذكرت سارة ليش احنا ناخذ تمر، هي ترى هم تمهيد حق المعدة، يعني من المعدة تكون صايمة 15-16 ساعة بعدين مرة واحدة أخذ هريس ويريش ووجبة رئيسية غير المشروبات غير كمية الدهون الكبيرة، فيصير مثل صدمة. هي ما يعني ما راح يكون بمعنى اللفظي صدمة حق المعدة، بس مجرد أن أنا أهيئها في أن أنا أدخل مصدر سكريات طبيعي مثل التمر، تعرف المعدة قاعد توصل لها إشارات أن ترى في أكل قادم، فتبدي تتجهز لعملية الهضم، وبالتالي الناس راح تلاحظ لما تسوي التقسيمة هذه اللي هو تمر وشوربة وصلاة وبعدين ترد تكمل ما راح تحس بالتخمة مثل ما الناس اللي مرة واحدة تاخذ فطورها. راح أكمل سمية وسارة معاكم، لكن راح نطلع فاصل صغير ونرجع لكم. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين. عشان تكون صحي ورشيق تحتاج نظام غذائي متكامل يحتوي على فيتامينات ومعادن، لكن شو تسوي إذا نظامك الغذائي أغلبه مشتقات العيش والخبز والذرة؟ تدري إنه ممكن يصيبك الجوع الخفي؟ وهو نقص في المغذيات الدقيقة. الجوع الخفي يأثر سلباً على الصحة العامة. حوالي ثلث العالم يعاني من الجوع الخفي. نقص المعادن والفيتامينات يؤثر على نمو الإنسان وقدرته العقلية والجسدية. الحل الأنسب بالتنويع بين مصادر الفيتامينات والمعادن في الغذاء حفاظاً على سلامتكم. رجعنا معاكم مشاهدينا، والحين أنا مع سارة بسؤال عن الفطور. شلون أنا أقدر أقسم وجبة الفطور على أساس ما تكون زيادة عن احتياجي؟ يمكن وجد احنا تكلمنا أن ما نبي هذا شعور التخمة التعب اللي عقب وجبة الإفطار، فعساس نسوي هالشغلة ناخذ بريك عقب التمر والمشروبات أو الترطيب اللي رح ناخذه من الماء أو الشوربة، نصلي صلاة المغرب ونرجع للوجبة الرئيسية. يكون طبقنا نلتزم طريقة الطبق الصحي، يكون نص الطبق مكون من الخضار. الخضار مو شرط تكون خضرة طازجة، ممكن شوربة خضار، ممكن الخضار اللي موجودة بالتشريب مثلا، الخضار المطبوخة بطريقة مختلف الطرق، بالإضافة إلى النص الثاني من الصحن الربع يكون من النشويات هريس يريش تشريب،
ودائما يفضل الاشياء اللي من الحبوب الكامله يعني مثلا تشريبتنا نسويها بخبز رقاق اسمر مثلا. ايضا يعتبر الهريس والريش من الشغلات اللي فيها حبوب كامله. والبطاط لان الناس عبارها البطاط مع الخضره حتى الجرع نفس الشيء يعتبر نشويات. تعتبر نشويات. فالشخص مثلا اذا بياخذ تشريب مثلا وبطاط من راح السكر عنده يعلى بصوره كبيره، ربع الصحن اللي باقي يكون للبروتينات. وما نتبع يمكن الطبق التقليدي عاده تشوفين النشويات كميات كبيره عيش ولا تشريب، تشوفين جبل جبل بالضبط، وبالاضافه انه ما يكون في خضار ويكون بس بروتين. طبعا بجانب هذا الطبق ممكن ناخذ ربع يعني كميه بسيطه من الفاكهه نكون ماخذينها من التمر. ايضا ممكن يكون عندنا لبن قليل الدسم او روبا بالاضافه الى الماء. كذي اذا خذينا هذه التقسيمه بإذن الله يعني راح تكون وجبتنا مشبعة فيها كل المغذيات. ويمكن دائما يسألونا سمية عن المقالي صح السمبوسة والكبة، فأنت شايف فيهم فيعني هو شنو المشكلة إذا واحد خذ سمبوسة أو الكبة تكون مقلية فهو يعني خذ احتياجه من السعرات على شكل ما راح يشبع كمية ما راح تشبع. فيعني أنا إذا بحسبها أقول إذا أنت يعني خلص لازم تأخذ مقلي، في ناس ما تستسيغ المشوي ولا الأدراية، فاللي بيسوي دايت لا حبة واحدة مقلي بالمقابل إذا هو كانت مشوية أو بالإير فراير ممكن يأخذ حبتين تعادل نفس السعرات. فبالبيت يعني الأفضل إنه يسوون جزء منه مقلي حق اللي والله ما يبي ما وجزء منه مشوي حق الناس اللي والله الحين الناس كلها قاعد تسوي دايت. وبعدين أنا دائما أقول في شغلة إنه خلينا لا ننوع، مع أنه برمضان وايد تنويع. أنا أقول مثلا خلينا يوم إذا يبون يأكلونه مقلي كل يوم نوع، يعني ما يكون صحن الكبب وايد كبير صح. وخاصة الأحجام الصغيرة سارة وسمية تحسون أنا لا صغيرة فيها. وإني أنا ممكن آكل واحدة أو ثنتين أو ثلاثة. قاعد ناكل على الفطور وناكل مقاضي وحتى يمكن حلويات بعد اللي هو الجيمات. الجيمات ترى هذه مع الفطور ما تعتبر الناس ما يعتبرونها غبقة. لما أنا أبي يكون عندي غبقة شلون أنا أقدر أوازن سمية؟ الحين الغبقة بعد وش صايرة مو بس حلويات، صايرة الغبقة فيها هم كبب وسمبوسة وساعات هم فيها، مع أن الوقت قليل يعني من الفطور للغبقة الناس تصير تعتبرها كأنها سحور يعني يا تدمجها مع السحور أو لا. إذا الواحد وحدة عارف إن هي أو الواحد عارف إن هو وراء غبقة لازم يقلل من فطوره. يعني ترى في ناس وايد قاعد تبعون اللي هو الشوربة واللبن والتمر ويمكن سمبوسة وانتهى ليه الغبقة؟ الغبقة تصير هي ما بين تجمع ما بين الفطور والسحور، كذي الواحد يكون قايم من الفطور مرتاح لأن الكمية مو كبيرة، وبنفس الوقت يعني بدال ما يكون أخذ حصته أو الوجبة الرئيسية بالفطور وما هو قادر يأكل براحته بالغبقة يروح عند الناس اللي معزوم عندهم ويكون هذا هو فطوره، فكذي يوازن. عندنا غبقة الحين عندنا أصناف جدا متنوعة، البقلاوة، عندنا المهلبية، كنافة، القلبة، سمية شنو تفضلين تاكلين منهم انت؟ خلينا نقول مو كأخصائية تغذية بس كشخص قاعد يحاسب على وزنه وما يبي يزيد. انا احب القلبة وجد، والقلبة يعني ما فيها قلاي فهي نسبة الدهن فيها تعتبر قليلة. اللهم الفنات اللي قاعد يسوونها مع حليب محلى فهي مشكلتها بس مع السكر. لكن أنا ممكن أسوي قلبة جدا صحية إذا أنا كنت مسويتها من حليب قليل الدسم ومن سكر قليل. فالقلبة هي مفضلة عندي وسعراتها تعتبر أقل من الأشياء المقلية. المهلبية هني شكلها هم يشوق ومعلي هم تعتبر يعني من الأصناف المفضلة عندي. ما أدري سارة أنت شنو تفضلين؟ والله يمكن انا وجد اتفقنا على المحلبية يمكن انا المحلبية تذكرني بطفولتي فاحبها. ونفس الشيء يعني احنا عادة الحلويات اللي من منتجات الألبان ممكن عندها بحليب قليل الدسم، ممكن الأشخاص اللي عندهم حالات مرضية يستخدمون بديل السكر مثل سكر ستيفيا يكون ما في كربوهيدرات، أو ممكن نستخدم سكر طبيعي مثلا سكر التمر أو سكر جوز الهند أو بعض الناس يستخدمون مثلا عصير البرتقال يحلون فيه فيعطي فليفر زيادة بدون ما يضيف شيء مصنع للحلويات نفسها. شخص يبي يأكل من كل شيء وعنده صحن، شلون ممكن أنا أكل من كل شيء وما راح يأثر علي كأني قاعد أكل مثلاً هذه المهلبية؟ يعد لك فاش كم قفشة؟ كم قفشة؟ ستة. يعني ستة تعتبر زينة. إذا كان مثلاً شيء فيه اللي هو وايد كاكاو وايد دسم وايد كراميل لا يحط ثلاثة من كل طبق. طبعاً ثلاثة صغار، أنا قاعد أتكلم عن اللي بيسوي حمية بس غالباً ستة كفاش صغار ممكن إنه هو خذ من كل الأصناف. الشباب ممكن يروحون لتسعة.
في أهم موضوع الشيرة سارة، شلون تفضلينها لما تكون مع خلينا نقول الحلويات العربية؟ والله أنا سمية أخصائية تغذية كريمة جدا، يعني أنا أعطيتكم ست ملاعق مهلبية ومعلي ما فيها وايد سعرات. والله خوش أخصائية تغذية. بالنسبة حق الشر الثاني أو الأشياء الشريرة الصغيرة بحجمها والناس يعني يستخدمونها وايد، إيه نعم، اللي هي الشغلات اللي فيها شيرة مثل القطايف أو الجيمات، فهذه عادة إحنا نفضل أول شيء إذا مثلا القطايف ممكن نشويها بدل ما نقليها، صحيح، بدل ما نغطسها بالشيرة نستخدم نصب عليها الشيرة صب، نعم. أو نستخدم بديل أفضل للشيرة مثل الميبل سيرب أو دبس التمر أو العسل ونصبه أيضا، ولا ما بس مو كميات فيها. يعني هم إحنا بالدبس التمر والعسل هم يعتبر سكر بالضبط، فإن هم الكميات لازم نحاسب عليها. أنا دائما أقول لهم لا تصبونه صب، لكن صبوه بالقفشة، يعني عرفوا مقداركم على أساس، لأن ما شاء الله لما نصبه راح يكون أيضا كريمين، صحيح. فأنا لو نستخدم العقل الصغيرة هذه الكمية تقريبا ملعقة صغيرة من العسل فيها 5 جرامات كربوهيدرات، فهذه كمية ممكن يأخذها الشخص بأريحية. إحنا دائما نقول لما نعد نسوي بريكات، بس لما نكون فاتحينها بدون أي شيء مثل ما تقولين تصبين، تقدرين تصب نفس زيت الزيتون، إنه صحي، بس مثلا نمسك ونصب مثلا على السلطة أو على أي شيء فيكون وايد. يعني أنا اليوم بما أن أول يوم رمضان أتأمل إن مثلا نطلع من رمضان بوزن صحي، او خلينا نقول يمكن مو نازل، انه على الاقل انه ما يزيد وزننا، نقدر نطلع بوزن وجد. هو الطبيعي ان الواحد ينزل وزنه، اذا ما نزل وزنه على الاقل يثبته، اللي مو طبيعي اللي هو زياده الوزن بسبب كميه السكريات والمقالي والدهن اللي احنا قاعد نستهلكها في هذا الشهر بخلاف الاشهر يعني الثانيه، فبس اللي هو ان الواحد يقنن من الكميات، ما نبي نحرم احد، صحيح. ما نبي واحد يحس انه يا رمضان وراح وما تهنى، ومثلا لا نقدر ناكل كل النوعيات نقدر، بس الكميه يحسب بس عشان ما يتجاوز. ساره، وجبه سحور لذيذه وسريعه وممكن يعني تحافظ على نسبه الشبع عندي يعني اطول فتره ممكنه، والعطش لازم اول شيء مواصفاتها نعلمها للمشاهدين تكون عاليه بالالياف، عالية بالبوتاسيوم وعالية بالدهون الصحية وتحتوي على مصدر البروتينات، يعني هذه الشغلات اللي راح تطول الامتصاص بالجسم وتحمي الجسم من العطش. أنا من الشغلات اللي وايد أحبها الشوفان، الشوفان يكون معه مكسرات معه شوية فواكه، أيضا التلبينة اللي هو حساء الشعير، ممكن يتسوى نفس طريقة الشوفان البيض والأفوكادو، هذا حبيب سمية، مع مثلا خبزة من الحبوب الكاملة، هذا أيضا يعتبر سحور، ممكن تحضرينه بسرعة لكن أيضا راح يشبعش لمدة طويلة في اليوم التالي ويعينك على الصيام لمدة طويلة. وبالنسبة للماي الشرب يكون يعني طول فترة الفطور وما نركز على السحور. سمية وسارة استمتعت بوجودكم معي اليوم، وإن شاء الله مشاهدينا يكونوا وخذوا كل المعلومات اللي راح تكفي معاهم طول رمضان، ونشوفكم إن شاء الله بحلقات جاية على خير إن شاء الله. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله على خير باكر بموضوع جديد يهمكم ويهم صحتكم، ومع السلامة.